الذنب دليل الضعف، دليل القصور، مثل المرض، الأجواء لفردين قد تكون واحدة، الطعام الذي يتناولانه واحد، الأجواء التي يعيشونها واحدة، ولكن واحد يتمرض واحد ما يتمرض، ما هي العلة في ذلك؟ ما هو الفارق؟ الفارق ليس في الطعام وليس في الشراب وليس في الأجواء المحيطة، الفارق واحد عنده مناعة واحد ما عنده مناعة، يعني الإشكال في الفرد، الإشكال في الفاعل، الإشكال في الإنسان. عندما يكون عنده قصور في المناعة يمرض. نفس هذه المعادلة تأتي في الذنب. الأجواء لا تختلف في كثير من الأحيان، شخصان يعيشان في جو واحد، في بيت واحد، من أب واحد وأم واحدة، لا يوجد هنالك فرق فيما بينهما في العوامل المحيطة، لكن واحد يعاني من الضعف فيتورط في المعصية، واحد لا يعاني من الضعف، عند مناعة تجاه الذنب تجاه المعصية فلا يتورط. على كل حال، الإنسان عندما يتورط في الذنب على أثر ضعفه، على أثر قلة مناعته، على أثر ضعف إيمانه، إيمانه ضعيف، إذا واحد إيمانه قوي ما يتورط في الذنب، هذا مو خاص بالأنبياء والأئمة، لا، حتى في المؤمنين العاديين أكو هناك مؤمنين عاديين ما يتورطون في الذنب، ثبت تاريخيا هذا المطلب. الإنسان عندما يتورط في الذنب، كلامنا في هذه النقطة، وقع في الذنب، ارتكب الذنب، تورط في مخالفة الله سبحانه وتعالى، هذا عند موقفين. الموقف الأول موقف الإصرار والاستمرار، مرة فعل المعصية يستمر على هذه المعصية، يفعلها اليوم ويفعلها غدا ويفعلها بعد غد، هذا موقف. الموقف الثاني موقف العودة، تورط، سقط، يعود، ينتزع نفسه من مخالب هذه المعصية، هذا الموقف يقال له التوبة، يعني العودة، وذاك الموقف يقال له الإصرار والاستمرار. إذن الموقف الذي يضاد موقف التوبة هو موقف الإصرار. الإنسان المذنب أحياناً يكون تائباً، عائداً، مستقيلاً، وأحياناً يكون مصراً، مستكبراً، مستمراً.